قال ايه؟ قال لك انت شفت ايش بتاكل؟ بيجي طبعا بحط اصبعه في ايه؟ في عينك. شفت ايش بتاكل؟ اقول ايش باكل يا اخي؟ بسكويت. من؟ تطلب ماذا؟ ليس موجودا. قال لك هذا الرقم 3125 شرطات دهن حيواني. وماله؟ ممكن يكون دهن خنزير، ممكن، بس مش ثابت. مكتوب دهن حيواني، مش مكتوب هذا رمز الدهن الحيواني. لا يا أخي، دع ما يريبك إلى حلو متورع. تفاجأ أنه هذا أبو يشرب الخمر. ما رأيكم؟ والله العظيم أنا ما بحكي تخيلات، بحكي قصة حكيها عالم كبير لا يزال حيا، عالم علامة كبير، فقيه جليل، أمتع الله بطول عمري، حكى هذه القصة. إيش هالدين الحلو هذا؟ هذا الدين الكذب، هذا الدين المغشوش. البخاري رضوان الله عليه في الصحيح بوب بابا، باب يعني في جواز إيه الشرب قائما، وأتى بالأحاديث اللي فيها إيش الشرب من قيام، ولم يروي حديثا واحدا في النهي إيه عن الشرب قائما. ما رأيكم؟ يعني معناها كأنه البخاري بوصل لنا رسالة فقهية علمية، بقول هذا هو إيه الأرجح والأثبت والأصح. ما رأيكم؟ وفي أحاديث صحاح أخرى في غير البخاري بتنهى. فإذا بدك تعرف أنت إيه الم، بعض الناس عاد يتورع، عملها قصة كبيرة، حلو ممتاز، يتسنن هو ممتاز، يعني تارك المكروهات تنزيهيا، إلا يقعد أقعد، لكن لا يتورع عن غيبة الناس. شفت حسن؟ بقولوا ما سكوه مع واحد امبارح، يخرب بيت أهلك، تخذف الناس، يخرب بيتك، أخرب الله يا أخي، استغله يا أخي، شو تقلي؟ أنا كنت حاسس يا أخي هذا الرجل مش عاجبني، الرجل هذا يا ما شاء الله على الورع البارد الكاذب. هكذا تستهتر وتستخف أن تخذف الناس في أعراضها، لكن متورع جدا. إيه قال يشرب إيه قائما؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.